أهلا وسهلا فيكم أعزائي الفيسبوكيين، الأصدقاء في كل محل. مبسوطين نكون معكم في كمان حلقة في السلسلة جديد في السلسلة نفسها، كورونا بنظرة مسيحية. وهاي المرة رح نتطلع على موضوع الكورونا في منظور جديد. مبسوط نكون معكم، بتأمل إنه تكون أوقاتكم كلها مثمرة، فعالة، ناجعة وآمنة بنفس الوقت. بتمنى إنه يكون كل وقتكم عم يستغل، لانكم تكونوا كيف ما حكينا بهذيك الحلقه نور وبركه. بنرحب فيكم، انا سعيد عزام ومعاي بتقدم هاي الحلقه. هلا سلامات لكل متابعينا بالفيسبوك. احنا كثير مبسوطين انكم انتم معنا في هذا العمل المشترك كمان مرة لرابطة الطلاب المسيحيين في الأراضي المقدسة وبرنامج فتشوا الكتاب. مبسوطين تكونوا معنا في حلقتنا الثانية اللي زي ما قال سعيد رح تتناول زاوية ثانية من موضوع الكورونا وكيف بنشوفه بهاي الأوقات، ومبسوطين كثير 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 انه معنا ضيفنا القسيس المحبوب الدكتور حنا كتناشو. الأسيس حنا هو أستاذ للاهوت والعميد الأكاديمي في كلية الناصر الإنجيلية للدراسات اللاهوتية. أهلا وسهلا فيك أسيس. أهلا وسهلا أهلا فيك، فيكم، مشرفني أكون معكم. يا هلا. طيب، زي ما حكيت في البداية راح نكمل هاي السلسلة كورونا بنظرة مسيحية، وسميناها بهذا الاسم زي ما حكينا بسبب البلبلة الكتير في وجهات نظر، فحبينا احنا نحط حسب إيماننا شو وجهتنا، وجهة النظر تاعتنا المسيحية لهي السلسلة. رح نتناول كثير مواضيع وأسئلة اللي تفوت على بالك وتفوت على راسك في هذا الوضع اللي يمكن لا جدك ولا جد جدك شافه. فإحنا كثير بهمنا نفهم هذا الوضع، والأوضاع عم تتحرك بسرعة أكبر حتى من إدراكنا للواقع. فكثير مبسوطين نحط هاي الحلقة لللايف حتى تشاركونا. زي ما كان هذيك المرة، في كان ويب سايت حطيناه كمان في الديسكريبشن تاعت اللايف اسمه slide.do، اللي من خلاله بتقدروا تروحوا تسألوا أسئلتكم على اللي بتحبوا تشاركونا فيها من خلال موضوع الحلقة اليوم، وتستعملوا الهاشتاج AskFCSI. من خلال هذا الرابط تقدروا تسألوا أسئلة جديدة أو تنظروا في قائمة الأسئلة الموجودة وتصوتوا على السؤال الأكثر إشي قريب لقلبكم، يمكن عشان ما يكون في نفس السؤال نسأل كذا مرة، يمكن في حدا غيرك سبقك لهذا السؤال أو عبر عنه بطريقة أفضل، فحط له لايك، عمل له فوت. والأسئلة حسب الترتيب الأكثر تصويت راح تعرض عنا، وراح بنعمة الرب نجرب نأخذ كل الأسئلة. هاي الحلقة يعني راح تتناول أكثر مواضيع قضايا عملية. رشا، خرفين أكثر عن الحلقة. زي ما عم بنقول بيقول سعيد، هاي الحلقة رح تكون مقسمة لجزئين. في الجزء الأول رح نتناول نحاول نفهم موضوع الأوبئة بشكل عام من منظار لاهوتي، من منظار الكتاب المقدس، وبعدين بالجزء الثاني بدنا نتناول قضايا عملية تطبيقية وردود فعلنا كأشخاص فهمنا ومصدقين الكتاب المقدس ومؤمنين فيه. زي ما قلنا بنحب ناخذ اسئلتكم، واسئلتكم بنحب نشجعكم تسالوا اسئله اللي شغلتكم في هاي الظروف اللي عم نعيش فيها. والفكره من الحلقه انه احنا بدنا نرتب مفهومنا المسيحي للموضوع، لانه فكرنا هو اساسي لكيف تصرفاتنا وكيف تطبيقنا في الامور العمليه. فبنشجعكم من اسا تبلشوا تسالوا اسئله، وبالجزء الثاني رح ناخذ اسئلتكم كلها بنعمة الرب. طيب يلا، ها نعمل هيك تحماي ونقول يا الله ندعس بنزين. فننبلش نسمع كتير تتردد كلمة الوباء، وبيستشهدوا آيات عن الوباء في الكتاب المقدس. كان الآية اللي انشهرت يعني في المزمور 91، الوباء ما بيصيب شعب الرب إلى آخره، موجود كلمة الوباء. يا ريت أول شيء سؤال من شقين، يا ريت تعطينا شو يعني وجهة نظر الكتاب المقدس عن الوباء، ماذا يعني الوباء يعني بشكل عام، وشو نظرك شمولية واسعة، وين تحدث الكتاب المقدس عن الوباء؟ تفضل. أول شيء يعني بقدم التحية لكل المشاهدين وكل الأشخاص اللي معنا، وبتقدم بحديثي باسم ربنا يسوع المسيح حتى طالب بركة الله على كل من يسمعنا. أولاً يعني في اللاهوت هناك حقل يدعى باللاهوت الطبيعة، لاهوت الطبيعة natural theology،
فمثلا بيقول الكتاب المقدس: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، وكأن السماء تشهد عن الله. قال السيد المسيح: تأملوا زنابق الحقل. قال: انظروا إلى طيور السماء. فكتير مرات لما إحنا منتأمل بالطبيعة منشوف في علاقة ما بين الطبيعة والروحانية. تبدأ قصة الطبيعة والروحانية في سفر التكوين، وطبعا في سفر التكوين كانت العلاقة كويسة ومنيحة لحد ما آدم وحواء سقطوا في الخطيئة. وبعد ما سقط آدم وحواء في الخطيئة، الله قال لآدم، وبالفعل قال له: ملعونة الأرض بسببك. فدخلت اللعنة على الأرض، وبدأت الأرض تخرج شوكا وحسكا. وهون بدينا نشوف اللعنة دخلت على العلاقة ما بين الطبيعة والإنسان، واستمرت هذه اللعنة وزادت في فترات كثيرة في الكتاب المقدس. صار في طوفان، صار في بركان، صار في مجاعات، صار في أوبئة، صار في عدة أشياء اللي هي أم المشاكل في الطبيعة هي خطيئة آدم وحواء. فعشان هيك في اللاهوت في عبارة دائرتين كبار. الدائرة الأولى إحنا بنتحدث عن النتائج المباشرة للخطيئة، والدائرة الثانية إحنا بنتحدث عن النتائج المتوارثة اللي هي جاءت بسبب آدم وحواء. وهذا جزء من علاجنا لأي ظاهرة طبيعية، لازم نفكر يا إما نتيجة مباشرة أو نتيجة بسبب الخطيئة الأصلية. شكراً أسيس. إحنا بنعرف بالعهد القديم زي ما ذكر سعيد وزي ما أنت تفضلت، في عنا موضوع الوباء كان بشكل مباشر يذكر، يعني بلشت أنت مع تكوين وخطية آدم وعصيانه واللي سببت لنتائج أنه شفنا أوبئة بأمثلة عديدة. هل ممكن تعطينا هيك تذكر لنا بعض الأمثلة من العهد القديم عن شخصيات أو أشخاص تعاملوا مع الوباء أو عاصروا الوباء؟ طبعا يعني أنا حبيت أبدأ في البداية أحكي عن الظاهرة الأوسع والأشمل اللي هي علاقة الإنسان مع الطبيعة، على أساس أنه هذا بيشمل أكثر من الوباء. ولكن رغم من ذلك في هناك عدة شخصيات تعاملت مع الوباء بشكل محدد. فإحنا في العهد القديم بنقدر أنه نشوف أربع رجال بشكل واضح تعاملوا مع الوباء، وهن موسى تعامل مع الأوبئة في ضربات مصر، وأيضا هارون وموسى مع بعض تعاملوا بعدين مع الأوبئة في البرية، وبعدين كمان منشوف واحد اسمه فنحاس بيكون حفيده لهارون، وفي شخصية رابعة اللي هي داود. في الأربع شخصيات تطلع كلمة وباء في الكتاب المقدس، اللي هي عمليا كلمة ديفر، دالت بيت ريش، يعني دال با را ديفر. وهي وبصير هدول الأشخاص في ديناميكية معينة في علاقتهم مع الوباء، وهذه الديناميكية في قصة الخلاص، في قصة الله القدوس في علاقته مع شعبه. فهذا الإطار هو الإطار مش في الصين أو في اليابان أو في محلات تانية، الإطار هو في علاقة الله مع شعبه ضمن قصة الخلاص طلعت هذه الأوبئة. سيسا احنا بنتذكر يمكن قصة موسى يمكن معروفة علينا يمكن، لكن يمكن القصص الثانية هي أقل احنا بنعرفها أو بنتذكرها، فهل بتقدر هيك شوي صغيرة توسع عن شخصيات التناية وكيف كان الوباء في فترتهم؟ طبعا يعني احنا لما بنيجي بنتطلع بعد ما طلعوا من مصر والله ضرب فرعون بالضربات العشرة واظهر سلطانه وعظمته كخالق من خلال الضربات والأوبئة، واظهر انه هو المخلص اللي طلع الشعب برا، راحوا للشعب لحقيقة للبرية، وفي البرية كانوا ينتظروا حتى يدخلوا أرض الموعد،
وبعدين لما بعتوا الجواسيس كان في ناس مش عاجبهم ومتوترين، وجزء من الشعب أراد أنه يقتل موسى وهارون. ونتيجة هذا الأمر ضرب الرب الشعب بوباء، فصار في وباء اللي مات عدد كبير من الناس. وفي هذا الموقف طلع هارون الكاهن حمل مبخرة وطلع في الشعب حتى أنه يوقف الموت اللي كان ينتشر بعد ما مات 14,700 إنسان. والإشي الغريب أنه هارون، يعني إحنا بنحكي عن إنسان كانوا ناس بدهم يقتلوه، وهو طلع يغفر لإلهم، يصلي من أجلهم ويوقف الوباء حتى الله يحميهم. فهذه الحالة الثانية اللي شفنا فيها الوباء. وبعدين بعد قصة هارون في واحد بالكتاب المقدس اسمه بلعام. بلعام كان يحاول انه هو يأذي الشعب، ما طلعش بإيده لأنه الله كان بده يبارك الشعب. ولكن بلعام بيحكي لملك تاني اسمه بلاق، بقول له في طريقة بتقدر تأذي فيها الشعب إذا بتبعدهم عن الله. فبلاق بيعمل شيء في العهد القديم أو في الشعوب القديمة يدعى الزنا المقدس، بمعنى أنه كانوا يمارسوا الزنا في عبادة الآلهة الوثنية، وبيشتركوا بنات مؤاب مع بني إسرائيل في الزنا المقدس. هذا مقدس مش لأنه قدوس، مقدس بمعنى مخصص لعبادة الآلهة الوثنية، وهذا مجرد مصطلح تقني يستخدم عند علماء اللاهوت. فعملياً بسبب هذا الزنا اللي تم في عبادة الأوثان بيصيب وباء للشعب. وبعدين بتدخل فنحاس اللي هو بيكون حفيده لهارون، وبوقف هذا الوباء بسبب غيرته على قداسة الله. القصة الرابعة والرئيسية اللي بنشوفها في، يعني بنشوفها في الكتاب المقدس، شخصية أخرى اسمها داود، داود الملك. وداود الملك بيكون هو شخص عسكري عنده اهتمام كبير إنه يرتب قضايا العسكرية، فبده يعمل إحصاء للشعب. لما بيبدأ يعمل إحصاء للشعب ويستند على قوته العسكرية وأولوياته العسكرية، بضرب الرب إسرائيل في وباء، فبيسقط 70,000 إنسان أو رجل. وداود بيعترف بإثمه بخطيته، بيبني مذبح للرب، وبعدين بصعد محرقات، والله بيرجع بوقف هذا الوباء. فهيك احنا بنشوف على الاقل اربع حالات في الكتاب المقدس تستخدم بشكل واضح فيها كلمة وباء، ولكن في تعدد وتنوع في الاسباب والحيثيات لكل حالة. ولكن في اربع الحالات الشيء المشترك هو بنشوف انه الوباء له علاقة بالحياة الروحية في قصة الخلاص، في تدخل إلهي، في محاسبة إلهية، في تحذير إلهي، في ردود فعل بشرية مرضية أو مغضبة لله وللعلاقة، وكأنه الله يستخدم الطبيعة في سبيل توصيل رسالة تقود الشعب إلى علاقة صحية معه. شكرا أستاذ. يعني إذا بدنا نلخص النقطة هاي، بنشوف إنه بالأمثلة اللي أنت ذكرتها في العهد القديم، بلشنا من وضحت لنا هاي الأمثلة حالة السقوط تبعت الإنسان، علاقة هذا مع شو عم بيصير بالطبيعة كمان، وشفنا كيف الله بيستخدم هاي الأوبئة بالأمثلة الأربعة لدينونة، لتأديب، لدعوة للتوبة، لإظهار بره وعدله ورغبته إنه شعبه يكون في علاقة قداسة معه وتكريس كامل.
سؤالي لإلك هو لما بنمشي بالكتاب المقدس بنوصل ليسوع، بنوصل ليسوع المسيح اللي أجا حتى يكون الحل للمعضلة تبعت الإنسان، لمعضلة البشرية اللي بلشت بتكوين ثلاثة في السقوط، فكيف منشوف الموضوع هذا في المسيح؟ دائما العهد القديم يقودنا إلى المسيح، وإذا إحنا قرأنا العهد القديم بدون العهد الجديد وبدون المسيح ممكن أنه إحنا نعطي تفسير غير دقيقة وغير صحيحة، لأنه مفهوم العهد القديم يتمحور في قصة الخلاص التي قمتها وذروتها يسوع المسيح. لما جاء السيد المسيح جاب معه شيء يدعو الكتاب المقدس ملكوت الله. حلم العهد القديم كل الوقت كان أنه الله هو يكون الملك، زي ما إحنا منصلي في أبانا الذي ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. وكأنه لما ملكوت الله يأتي على الأرض بصير في استقرار للطبيعة وبالفعل الخطيئة تزول. فجاء المسيح وعبر عن سلطان مقاصد الله للإنسان، يعني الإنسان قصد الله لإله أنه يتسلط على الطبيعة، ولكن آدم فشل في أنه يعمل هذا الشيء بسبب الخطيئة. فجاء المسيح وأظهر سلطانه على الطبيعة، على العواصف، على الرياح، على الأمراض، شفى الأمراض، شفى الأبرص، وأظهر هذا السلطان، وكان هو المركز اللي غير ديناميكية العلاقة الطبيعة مع الإنسان. هذا الديناميكية المسيح غير ديناميكية العلاقة، لكن اختبارنا لهذا التغيير ما حصلنا عليه كله، حصلنا فقط على العربون. الدفعة الكاملة بتكون في الخليقة الجديدة لما بصير في سماء جديدة وأرض جديدة. عشان هيك إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الآن أنا ببدأ أختبر قوة الله، رحمة الله، محبة الله، حياة الدهر الآتي، ولكن مش بشكل كامل، بعدني أنا بموت، بعدني بمرض، لكن عندي رجاء، عندي رجاء أنه في الخليقة الجديدة. والكتاب المقدس بتحدث نحو هذا الرجاء، المسيح هو أساس هذا الرجاء، وكل اللي أجا بعده بدون يتطلعوا عليه وعلى العمل اللي عمله على أساس يصير فيه التغيير في الطبيعة، مش بس للإنسان، لكل الخليقة، لدرجة أنه بده يكون في سماء جديدة وأرض جديدة. بس منحب نشجعكم كمان مرة أنكم تكتبوا أسئلتكم على الأمور اللي عمالنا نتحاور فيها، وكمان على أمور عملية أكتر عم تتساءلوا فيها، عم بتحاولوا تلاقوا إلها حلول وأجوبة. فمنشجعكم تكتبوا أسئلتكم على slide.do والهاشتاج AskFCSI. ماشي معانا الدكتور نس حنك تناسك، اهلا وسهلا فيك كمان مره. اعطيتنا انت من العهد القديم نظره هيك مقدمه سريعه، من العهد القديم للمسيح، قدوم للمسيح، شو ما بعد المسيح، كيف تحدثوا تلاميذ المسيح تحديدا يعني عن الاوبئه، عن او كيف تعاملوا وكيف نظروا للاشياء، لانه اوكي انت قلت المسيح اجى واعطانا حياه جديده، يعني خلص زي ما بيقولوا المصريين كله فله، معناته فيش عذاب بعدين، فشو الاشي ما بعد، كيف تعاملوا مع الاشي، هل كان في خوف او لا او الى ذلك؟ يعني احنا كلاهوتيين بنتحدث عن الخلاص من دينونة الخطيئة، الخلاص من تأثير الخطيئة، والخلاص من وجود الخطيئة. الخلاص من وجود الخطيئة هذا مش راح يتم الا لما تيجي السماء الجديدة والأرض الجديدة، ولكن إحنا الآن نعيش كأنه ما بين الدهرين، ما بين الدهر اللي أخذنا العربون بس لسه ما وصلناش لأرض الميعاد الإلهية، الأرض المقصودة. إحنا كأنه في الطريق، طلعنا من عبودية مصر بس ما وصلناش لأرض الموعد إن شئت. فالأهل العهد الجديد بيقتبسوا العهد القديم وحديث العهد القديم عن الأوبئة حتى يعطونا دروس لإلنا، والشخصية المركزية يمكن هي بالعام والأشياء اللي صارت بيقتبسوها كتير ناس في العهد الجديد. ولكن بولس الرسول مثلا بقولنا ولا نزني كما زنى أناس منهم
فسقط في يوم واحد 23,000. بيحكي عن قاعد وباء صار. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة، ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا لنا، كتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الأمور. فإذن بولس الرسول بيستخدم قصة الوباء في العهد القديم حتى تكون تحذير، حتى تكون مثال، حتى تكون فرصة للثقة بأمانة الله، فرصة لتوجيه أنظارنا نحو الرب، ما نعبد الأوثان، نتقدس. يعني موسى ركز على العدالة الاجتماعية، منشوف إنه قصة الضربات أصدق بالضبط، يعني ضد فرعون قال إنه في ظلم سياسي، في ظلم اجتماعي، وهو كان موسى وقف قدام فرعون قال لازم الشعب يكون حر. هارون ركز على الغفران، فنحاس ركز على القداسة، وداود ركز إنه الأولويات مش لازم تكون هي الأولويات العسكرية وتبقى الأولويات البشرية التي تستثني الأرامل والمحتجين وتستثني الناس المهمشين. بولس بقول طلعوا على هدول وتعلموا منهم، تعلموا الأشياء الإيجابية اللي بقدر نتعلمها من هاي القصص. نفس الشيء بيحكي بطرس في بطرس الثانية 2:15 لما بذكر قصة بلعام، ونفس الإشي بتحكي رسالة يهوذا. وبعدين بيجي سفر الرؤيا، وبسفر الرؤيا منشوف نفس الحكاية، منشوف إنه الشر بده يستفعل في هذه الدنيا وبيعبر عن نفسه بطرق عديدة. هذا الشر اللي بدأ بسقوط آدم وحواء عبر عن نفسه بثورة الطبيعة، عبر عن نفسه بثورة الإنسان، عبر كل شيء دخل فيه الخطيئة فار ضد مقاصد الله. فعشان هيك بنقول أمين تعال أيها الرب يسوع، وكأنك إحنا منستنى يا رب إنك تجيب السماء الجديدة والأرض الجديدة، ومنستناك إنك أنت تحط المعايير الصحيحة. ولكن شو يعني بس نستنى نعملش ولا إشي؟ لا، إحنا نصبر، نؤمن، ننشر المحبة، ننشر الإيمان، لأنه نشرنا للمحبة وللإيمان وللسلام وللتوبة هو جزء من إنه قدوم ملكوت الله لهذه الأرض وللناس اللي منقابلهم. فهذا كان موقف العهد الجديد من ناحية لاهوتية. طبعا في كتير تطبيقات عملية ممكن نتحدث عنها كمان شوي. يعني بنظر عام إذا ما نأخذ الأربع أحداث في العهد القديم، كل واحد بيطلع عليها من نظرة معينة. إذا بدنا نأخذ العهد الجديد، أغلب الوجهات النظر بتحاول إنه تقربنا إلى الله من خلال الأزمنة اللي بنمرق فيها، الألم بشكل عام والأوبئة بشكل خاص. صحيح، يعني الأحداث المؤلمة هي فرصة لإلنا حتى نعبر عن المحبة، حتى نعبر عن السلام والثقة بالله. يعني لما وقع برج على مجموعة من الأشخاص وأجوا للمسيح قالوا له يعني شو هتطلع عليهم شو صار، فقال لهم المسيح بتفكروا إنه هدول الناس اللي وقع عليهم البرج أشرار أكتر من البقية؟ قال لهم لا، كلنا إحنا في مقصرين مع الله، كلنا خطاة، فيش واحد أكتر من التاني خاطي. فبقول لهم إن لم تتوبوا مش بس اللي وقع عليهم البرج بهلكوا، فجميعكم كذلك تهلكون. فكأنه الله ما بده إيانا إنه إحنا نقول بما إنه أنا ما مرضتش أنا بار، والإنسان اللي مرض هو شرير. الله بده إيانا إنه إحنا بقول من كان قائما فلينظر أن لا يسقط، هيك بعلم بولس. فالله بده إيانا إنه إحنا في هذه الأوقات نتوجه لإله، ونعرف إنه حل مشكلة البشرية ما بتلخص بحل مشكلة كورونا. لو حلينا مشكلة كورونا إحنا ما زلنا نعاني من الخطيئة، وما زالت الأرض تحت اللعنة، وما زالت الظواهر الطبيعية سوف تهوج، إذا مش من كورونا من ظواهر تانية. ما سمعنا عن أعاصير، وسمعنا عن زلازل، إحنا الآن نحكي عن كورونا، لكن الطبيعة
هي طول ما هي داخل فيها لعنة الخطيئة ستبقى تهوج، سيأتي اليوم وتكون الطبيعة مليئة بالبركة بدون أي لعنة، ولن يكون هناك موت ولن يكون هناك مرض. هذا ما علمنا إياه السيد المسيح. أمين أستاذ، الحكي هذا كتير مشجع، وزي ما ذكرت أنت المسيح يعني نفسه قال كمان، أنت ذكرت عن رؤيا يوحنا اللي فيه يذكر بشكل واضح أنه رح يكون في تفشي أكبر لهاي الأمور، ورح نشوف الشر عماله بيزيد وعم نشوف هاي الأمور اللي بتحصل. ويسوع نفسه لما حكى بمتى 24 حكى أنه رح يكون في مجاعات وأوبئة أو زلازل في أماكن مختلفة، وعلى مر العصور على مر البشرية هذا مش أول مرة منواجه فيها وباء. يمكن إحنا بشكل شخصي أول مرة منواجه هيك ظروف، لكن على القليل قبل قرن وبقرون تانية بعصور تانية كان في أوبئة من هالشكل. بتقدر تحكي لنا شوي كيف تعامل المسيحيين في عصور مختلفة مع الأوبئة، وإذا ممكن تعطينا على الأقل مثال أو صحيح. يعني كان في وباء في القرن الثاني، كان في وباء في القرن الثالث، كان في وباء في القرن الستاعش، في القرن العشرين. المسيحيين أول إشي، أول نقطة إنه ما منستغرب إنه في موت، ما منستغرب إنه في مرض، ما منستغرب إنه في ألم وفي عذاب في هذه الحياة. التفسير اللاهوتي لنا كمسيحيين نستغرب إذا ما منشوف في موت أو في ألم، لأنه عمليا الله قال ملعون الأرض بسببك، شوكا وحسكا تخرج لك. بركة الله موجودة في الدنيا بسبب رحمته، لكن هذا لا يعني أنه ما في موت، هذا لا يعني أنه ما في ألم، والظواهر الطبيعية كانت موجودة. رد فعل المسيحيين أول شيء وضعوا ثقتهم بالله محب البشر، لأنه الله هو ما بده أنه يجيب أوبئة وزلازل ويدمر الناس وكأنه إله شرير بيستنى بس يمسك الناس من رقبتهم ويقتلهم. والإثبات على صلاح الله هو الصليب. الصليب هو الطريقة اللي الله عالج فيها مشكلة آدم وحواء، والله لا يريد أنه الناس تهلك بل بيصبر عليها حتى تتوب. إسا الأمراض والأوبئة فرصة للرجوع لله، فرصة للتوبة، وكمان فرصة لإبداء الرحمة، وكمان فرصة لإظهار المحبة. المسيحيين مثلا في كبريانوس في سنة 250 ميلادي كان في وباء، وهو هناك فرجة كيف أنه المسيحيين راحوا وخدموا الناس اللي كانوا يمروا في أوبئة. المسيحيين بدوا أماكن للأيتام حتى يعتنوا فيهم ميتم، المسيحيين سووا المستشفيات، المسيحيين زاروا المرضى، المسيحيين ضحوا من أموالهم ومن طاقتهم حتى يظهروا محبة الله في زمن الصعوبة. فعشان هيك يعني كتير مرات ناس تتطلع على نص الكاس الفاضي بس في كمان نص تاني من الكاسي. هذا الوباء فرصة لإلي ولإلك إنه نحب الله من كل قلبنا، ونحب أخونا الإنسان اللي حولنا، ونضحي في سبيل إنه إحنا نمجد الله، زي ما هارون غفر، زي ما موسى تحدث الظلم الاجتماعي، زي ما فنحاس فرج القداسة، زي ما داود رجع رتب أولوياته. يعني الدول بتستثمر مليارات الدولارات للأسلحة، فجأة صاروا بدهم يستخدموا الدولارات للطب. طب وين من زمان؟ منيح انه يعني صار في هذا الشيء، ما في ناس بتموت كل الوقت، يعني في أوبئة كل الوقت. سنة 2003 كان في وباء، كان في إيبولا، الـ HIV، يعني الموت موجود في كل مكان. فالناس اللي معها هاي المصاري منيح انه توقف وما تستثمر في الأسلحة وفي القتل، بل تستثمر المصاري في خدمة الإنسان. وهذه هي الرسالة، رسالة المسيح اللي هي عملياً جاء
حتى يبارك الإنسان. الله مش إله شرير بده يقتل البشر، الله إله محب مات من أجل البشر. هاي يمكن لا نعيدها. الله مش إله شرير. الله مش إله شرير بده يقتل البشر، الله إله محب مات من أجل البشر. أمين أمين. هاي الرسالة بشكل عام. طيب إحنا يعني حكينا كتير، بدي أكون هيك بصيغة شوي مشكك، حكينا كتير قصص من 2000 أو 3000 سنة لقبل، كل هذا ممتاز، شفنا تدخل الله. طب أنا إسا قاعد ممكن يكون بلا شغل بلا تعليم، مش عارف شو جاييني لقدام، كيف أنا بفهم قصد الله؟ كيف أنا بفهم الكورونا من وجهة نظر الكتاب المقدس؟ يعني الكتاب المقدس عند البداية وعند الأحداث وعند النهاية، طب هون أنا بعدني في قلب الحدث ومش عارف شو النهاية، وفي إشي هيك مجهول، يعني في رهبة معينة اللي أنا قاعد فيها وفي إشي اللي أنا مش فاهمه. طب أنا كيف بدي أفهم الله؟ كيف بدي أفهم طبيعة الله؟ كيف بدي أفهم طبيعة الله مع فساد الإنسان، مع كل هالأمور اللي حكيت عنها؟ يعني من أكبر الغلطات اللي إحنا بنحاول نسويها إنه نحط الله في أنبوبة ونحاول نعمل عليه فحوصات حتى دائما نكتشف الأجوبة. إذا حطينا المحلول ألف لازم الله يعمل هيك، إذا حطينا المحلول باء لازم يطلع الجواب هيك. أول شيء أنا بدي أقول أنا ما بعرف كل الأجوبة ولا بدي أعرف كل الأجوبة. علاقتي مع الله أعمق جدا من مجرد بعض الأجوبة اللي أنا دايما بدي أحطها، ويمكن أنا يعني أعطيك بعض الأجوبة اللي أنا اكتشفتها وما تقتنع فيها. هل هذا بيعني تتوقف علاقتك مع مصدر الخليقة، مع محب البشر؟ أول شيء بدي أقوله العلاقة مع الله تشمل أسئلة، تشمل غموض، تشمل أجوبة، وتشمل مرات وقت اللي أنا فيه مش قادر أستوعب، مش قادر أفهم. ولكن ثقتي في الله مبنية على الكرات حيم تبعت الله، اللي هي مبنية هذه الرزمي السي في أو السيرة الذاتية تبعت الله، هذا التاريخ تبع الله اللي هو بدأ في عبر التاريخ، فرجة أنه إله محب، فرجة أنه إله عادل، فرجة أنه إله يهتم بالبشر لحد أنه مات من أجل البشر. إسا لما باجي لالله بهذا الشيء بغير دافع السؤال، ببطل دافع السؤال محاكمة الله، بصير دافع السؤال عتاب بين أشخاص بحبوا بعض. ولما بيكون عتاب بين أشخاص بحبوا بعض بيكون زي ما حكى المسيح على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ يعني وكان يقتبس مزمور 22 اللي هو بيبدأ بهذه الطريقة ولكنه بينتهي بالخليقة الجديدة، بينتهي بولادة شعب أكمل وجديد. هون بيجي الرجاء، المسيح عبر عن الكرب والتعب بدون ما يفقد الرجاء، والله بارك هذا الرجاء. احنا بفترة الفصح منشوف الصليب ومنشوف الأتعاب، ولكن أيضا ما ننسى أنه في قيامة. فأنا بدي أقول للأشخاص اللي مكتئبين اللي تعبانين، الله بحبك، وبدي إياك تعرف أنه ما بنقدر نيجي نقول أنه هيجان الطبيعة هو بسبب غلطة الله، هيجان الطبيعة هو بسبب خطيئة الإنسان، والله بده يستخدم هذا الهيجان حتى الإنسان يعود إليه، زي ما الله استخدم الصليب وهو شر كبير حتى الإنسان يعود إليه ويرى حب الله. فأنا سؤالي للأشخاص، كيف تستطيع أن ترى حب الله في زمن الكورونا؟ كيف تستطيع أن ترى أولويات الله وخطة الله في زمن الكورونا؟ الله بيقدر يزورك في بيتك، بيقدر يعزيك، بيقدر يقويك. أنا موجود هون في بيتي لكن أنا بشكر الرب، الله معي. مش الله معي لأنه أنا بمرضش، لا،
ممكن أنا أمرض، ولكن حتى لو أنا مرضت ومتت الله معي. المسيح مات، هل هذا بيعني أنه الله مش معه؟ الله بقي معه، والله أظهر هذا الشيء بالقيامة. فأنا بشجع الناس اللي قاعدين بدون عمل، الناس اللي قاعدين باكتئاب، توجه إلى الله ورح تكتشف أنه في بركة خاصة. الله قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين، وهذا بيشمل الكورونا والتقليل الأتعاب الأحمال، وأنا أريحكم. الله قال إذا أنت ما عندك هدف لحياتك تعال وأنا بعطيك هدف، بعطيك أنك أنت بتعرف البطولة لا تصنع في الزمن المريح. بطولة المحبة، بطولة الرحمة، بطولة السلام، بطولة يعني الناس اللي بفرجوا إيمان وشجاعة، عادة هذا النوع من البطولات يحدث في زمن الألم. فالله بده يسوي أبطال، وبده يسويك أنت وأنت وأنا أبطال. وإحنا منصلي يا رب أعنا وأعن ضعف إيماننا حتى نقدر بالفعل نكون أبطال، لأنه العالم حولنا يحتاج إلى أبطال في الحب وفي الرحمة وفي القداسة. رائع. بفكر أنت عم بتشجعنا أسيس أنه إحنا نكون مختلفين عملياً في هاي الأزمة، نكون ناس اللي عمالنا منتطلع لبرا بريت حالنا، ومنحاول نفرج المحبة والرحمة اللي الله أظهرها للعالم كله، وكانت قمة هذا المحبة والرحمة شفناها في الصليب اللي كمان أكم من أسبوع منحتفل في هذا الحدث. سؤالي لإلك هو كيف منقدر اليوم إحنا عن جد نطلع من حالنا كمستمعين، كشباب، كصبايا، كأشخاص اللي يمكن بعدنا في هذا المحل المتوتر، يمكن قلقانين من المستقبل، يمكن هقل خايفين من الكورونا نفسها بس خايفين من بكرة ما بعد الكورونا وكيف الأشياء بتصير، ويمكن حاسين حالنا فقدنا السيطرة على حياتنا، فقدنا حريتنا. كيف بهاي الظروف أنا بقدر أطلع من حالي وعن جد أفرج رحمة ومحبة بطريقة عملية؟ يمكن إحنا عم ننقل للجزء الثاني من حلقتنا والأمور العملية أكثر. يعني أول إشي مهم إنه أغير الأفكار، منظومة الأفكار اللي أنا بفكر فيها. المسيحية لا تدعو إنه يكون مركز الحياة أنا، يعني مش بس أنا بدي أقول كيف أنا أنجح، كيف أنا أتغلب على الكورونا، كيف أنا أكون عايش مبسوط. المسيحية منظومتها ومركزها يا الله أنت المركز. فالسؤال لازم يتغير بالنسبة لكل إنسان مؤمن، يقول كيف يا رب بقدر أمجدك في هذا الوقت بدال كيف أنا أكون مرتاح. الشيء الثاني يعني اللي بدي أقوله إنه في خوف طبيعي، وهذا الخوف الطبيعي مش بالضرورة إشي سلبي. يعني الخوف الطبيعي مرات بعطينا نكون حذرين، بعطينا نحمي أنفسنا، ولكن بحاجة إنه نأخذ حكمة السماء مش بس حكمة الأرض في تقييم المواقف. يعني لازم نعرف إنه مش بس الأطباء هن المتحكمين في مصيرنا، الله متحكم في مصيرنا، الله ماسك إيدنا، شعرة من رؤوسنا لا تسقط بدون علمه. لما المسيح حكى عن الأوبئة في لوقا قال بنفس النص، قال بدهم يخدوكم، بدكم تتألموا، ولكن شعرة لا تهلك من رؤوسكم. طب كيف يعني؟ كيف أتألم وشعرة لا تهلك من رؤوسنا؟ بمعنى أنه المسيح بيقول في ألم، ولكن ضمن المخطط تبعي حتى تنتج بركة. فأنا ما بخاف من الألم، أنا بخاف من الخطيئة، أنا ما بخاف حتى من فقدان الحياة، لأنه بالآخر أنا رح أموت أول آخر. ده بدأ أغير الفكرة. بعد ما بغير هذه الفكرة أنا في عندي جوانب عواطف وفي عندي سلوكيات وقرارات.
كيف أستعمل وقتي في زمن الكورونا بطريقة صحيحة؟ ممكن أقرأ، ممكن أسمع أشياء إيجابية، ممكن أصلي، ممكن أدرس، أخذ كورسات على الإنترنت، ممكن أتصل في أشخاص اللي أعمل اتصالات، ممكن أقوم بأعمال إغاثة، أخذ أكل لناس محتاجين، لأرامل، لأيتام، ممكن أنه أعمل دعم نفسي للناس اللي خايفين والناس المتوترين. يعني هذه بعض الطرق العملية. ممكن أنه أنا أتطوع، بعض مثلاً المستشفيات قاعدة بتطلب ناس أنه يتطوعوا ويساعدوا، زي المستشفى الإنجليزي على سبيل المثال. فممكن أنه هذه بعض الخطوات اللي أنا أخذها بعد الصلاة، وبعد ما أطلب من الله أنه يساعدني ويرشدني. ولكن مش لازم أيأس، مش لازم أقلق، مش لازم أخاف بطريقة تشلني. الشجاعة تتطلب أنه أخذ خطوة إيمان، القلق بتعالج بالإيمان، الخوف بتعالج بإدراكي الكامل أنه أنا في حب الله وفي خطته. واللي بدي أقوله أنه خلينا نقوي بعض، يعني بلاش أنا أصارع لحالي، أتصل بثلاثة أربعة، نوقف مع بعض في هذا الوقت، نبني صداقة، نبني علاقة، نصلي مع بعض باستمرار، ممكن حتى كل يوم ناخد ربع ساعة نصلي فيها مع بعض، نشجع فيها بعض، نبتعد عن سماع الأخبار 10 ساعات، يعني اسمع الأخبار نص ساعة، ساعة بلك الصبح نص ساعة وبالمساء نص ساعة، خد الفكر الرئيسي، بس فيش حاجة تضلك قاعد جنب الراديو 24 ساعة، لأنه مش راح تسمع تعزية. فأقعد جنب الرب، اسمع الأشياء الإيجابية، فكر الأفكار الصحيحة وأدرس الموضوع. في كمان أنا يعني حاطت دراسة عن الأوبئة، كاتب مقال كامل وحاطت أشياء عملية اللي ممكن الناس تتوجه لإله، وكمان تقدر تنزله وتقراه وتشوف هذه الأشياء العملية اللي تساعدها ككنيسة، لأنه الكنائس قاعدة بتشتغل في إغاثة، في كرازة، في دعم نفسي، في دعم روحي، في دعم جسماني. خلينا نشجع الأطباء، نشجع الممرضين، هدول الأشخاص اللي بيشتغلوا. خلينا نتحدى الظلم الاجتماعي، مش يكون في سياسيين قاعدين بدهم يستغلوا الأوضاع حتى يمرروا قرارات غير سليمة. احنا بحاجة ننشر الوعي الفكري والسياسي والاجتماعي. خلينا كمان نوقف ضد العنف الاجتماعي في هذه الفترة، اللي بالفعل ناخد خطوات نطلب رحمة الله، ولكن أكثر من هيك خلينا نرجع للتوبة، نقول يا الله سامحني، ساعدني أنه أنا أكون أداة في إيدك. وإذا إحنا ككنائس أو كمسيحيين في عنا عدم غفران لأي إنسان، نتوجه لإله في هذا الموسم. إحنا موسم الفصح، موسم الصوم، نتوجه للناس نقول إحنا قاعدين نغفر، خلينا نغفر. وآخر إشي بدي أقوله بالقضية العملية، كنت أفكر اليوم في أبانا الذي، في أبانا الذي منقول 7 طلبات، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. هذا الرجاء، لتكن مشيئتك، يعني يا رب حقق إرادتك وأولوياتك. بعدين إحنا منقول أعطنا خبزنا كفافة يومنا، إحنا صرنا في وضع اللي صار فيه بطالة وصار فيه قاعدين بنتوجه لله، يا رب أنت زودنا بحاجاتنا الجسدية، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا. هذا وقت توبة وغفران، وإحنا بدنا نفرجي هذا الغفران للآخرين. لا تدخلنا في تجربة، يا رب احمينا من نأخذ قرارات غلط، نجنا من الشرير، ترجمات أخرى نجنا من الشر. أنت عندك السلطان إنك أنت تمنع الشر عنا، وساعدنا. هات نعلم أفراد عيلتنا، نبدأ اجتماعات صلاة في بيوتنا. إذا كان العائلة مكان يتمجد فيه الله، تكون الكنيسة مكان يتمجد فيه الله، ويكون المجتمع مكان يتمجد فيه الله، لأنه الكنيسة بتكون نور وملح. وبعدين الدولة تتغير
وبصير مكان يتمجد فيه الله. فإلنا دور كبير، خلينا ما نتخاذل عن هذه الدعوة المقدسة في هذا الزمن كشباب وكصبايا قاعدين، يمكن مش رايحين على الجامعة، يمكن قاعدين في البيت. هذا بيعنيش انك انت فيش عندك شغل، هذا بالعكس بيعني انه في عندك مهام عديدة الله طالبها منك. وكل حط دائرة اصدقائك وصديقاتك، اكم من شخص تعرف، 100 200 500، ابدأ فكر كيف هدول 500 تعمل تأثير ينشر الحب الإلهي لإلهم ومن خلالهم. آمين. شكراً أسيس، ربنا يباركك. بدي أشجع الجميع على شغلتين، أن تفوتوا تسألوا أسئلتكم على الويب سايت sli.do، تحطوا الهاشتاج AskCSI وتسألوا أسئلتكم وتصوتوا على أسئلة غيركم. ثاني إشي، زي ما ذكر الأسيس حنا، هو كتب مقال أو دراسة مشكوراً يعني كتبها عن الأوبئة في الكتاب المقدس، لمحة شمولية عن الكتاب المقدس من 9 مواقع اللي تكلمنا عنها هون، لكن في توسع أكثر. اللينك موجود في الديسكريبشن تاع اللايف، راح يضل موجود في الفيديو في صفحة فتشوا الكتاب أو رابط الطلاب المسيحيين أو ثابت، تقدر تروحوا غاد تضغطوا على اللينك وتنزل المقال، شجعك كثير تقروه، راح يجيب بركة على حياتكم. بتخيل نبدأ بالأسئلة، مظبوط رشا؟ ممكن، بس أنا قبل ما نبدأ من الأسئلة هيك كثير شجعني هذا موضوع إنه العيلة لما بتكون بتناغم هي بتكون بركة كمان للمجتمع وهيك. ويمكن بهذا الوقت اللي كتير من الشباب والصبايا اللي رجعوا على البيوت وقاعدين مع العيلة ومتعودين يمكن أكتر يكونوا عايشين لحالهم، يمكن هاي فرصة، بالرغم من أنها صعبة يمكن، بس هي فرصة حتى عن جد زي ما حكى الأسيس، فرصة نأخذها كتحدي لإلنا نكون بركة لعائلتنا ولإخوتنا ونزرع محبة، و تكون فرصة حتى كل العائلة تيجي للرب وكل العائلة تختبر محبة ورحمة الرب كعائلة مع بعض. بدي أبدأ بالسؤال اللي أخذ أكتر لايكات، وكمان مرة بشجع إذا في بعد حدا بحب يسأل، الوقت بعد معنا شوية وقت للأسئلة. السؤال هو هيك أسيس، كيف ممكن لرجاءنا وإيماننا وثقتنا بالله وعدم خوفنا في هاي الأزمنة، كل الأمور اللي حكينا عليها عمليا بالحلقة، أنه ما يترجم إلى استهتار وعدم اكتراث قدام أشخاص غير مؤمنين؟ سؤال ممتاز. في فرق بين الرجاء والأمل. الأمل هو تمني مرات، مش مبني بالضرورة على واقع. الرجاء المسيحي المفهوم دائله هو مبني على عمل المسيح على الصليب وتغييره للمسيحيين حتى هن يكونوا أدوات لنقل السلام والعدالة والمحبة. فلما أنا كمسيحي بستخدم كلمة رجاء، أنا ما بقصد مجرد هقعد وأتمنى إنه الله يحل المشاكل. لما بقصد الرجاء بيعني أنه أستثمر حياتي في سبيل تحقيق مخطط الله وإرادته. فعشان هيك أنا ما عنديش عدم اكتراث، بالعكس أنا كمسيحي عندي مسؤولية مفروض تبقى أعلى حتى من الآخرين. إذا أنا مسيحي حقيقي، أنا لازم يكون في عندي حب أكتر من غير المسيحيين. المسيح بقول إن سلمتم على الذين يسلمون عليكم، إن أحببتم الذين يحبونكم، فهل يعني فأنتم مش أفضل من العشرين والخطاة. فأنا بطلب منكم يكون عندكم حب أكتر. يعني إذا بنعمل امتحان حب في عند ربنا، مفروض المسيحي يحصل على علامة أعلى. والحب بيعنيش إنه مجرد عصافير بتطير وهيك قلبي بدق. الحب بيعني
تضحية وعطاء وبيعني خدمة وبيعني بالفعل إنه أنا أطلع وأخدم مجتمعي عشان أنا بحبه. فأنا يعني كمسيحي مش عندي عدم اكتراث، أنا بسأل نفسي هل أنا بحب الله كفاية؟ وهل أنا بحب شعبي وبحب الناس المتألمين كفاية؟ ويا رب ساعدني إنه أحب، لأنه أنا مرات كتيرة بيكون عندي خوف، بيكون عندي تردد بسبب إنه أنا بهتم بنفسي. لكن يا رب ساعدني إنه قبل ما أدور، إنه زي ما قال القديس فرانسيس، قبل ما أنا أحاول أتعزى أحاول أعزي، وقبل ما أنا أحاول إنه أنخدم أروح أخدم، وقبل ما أنا أسعى إنه أنا أنحب أروح أحب. فهذه هي المسيحية، هي مش عدم اكتراث، هي اجتهاد في الحب. اوكي، شكرا أسيس. في سؤال ثاني يمكن تجاوب عليه بالحلقة، بس بدي أسأله أعطيك وقت خاص. كيف ممكن أثق بالله خلال هاي الفترة ما أضلنيش بحالة توتر؟ سؤال كتير منيح. يعني الثقة كلمة غامضة كانت لإلي لفترة طويلة، اللي أنا بحاول أفهم يعني إيش يعني ثقة بالله. يعني لاحظت أنا بالنسبة لإلي مفهومي على الأقل إنه الثقة مبنية على علاقة، وإنت كل ما بتعرف الشخص أكتر، كل ما بتختبره أكتر، كل ما العلاقة بتصير أقوى والثقة بتكبر. إسا العلاقة مع الله بتبدأ بأنه الإنسان يكون مؤمن ومن أتباع المسيح، يتبع المسيح. ما بهم أي طائفة أي كنيسة، أنا ما بهمني أي كنيسة كنت، لكن بهمني أنه تكون في علاقة مع المسيح. فالإنسان اللي له علاقة مع المسيح تبدأ عنده ثقة بالله، وهذه الثقة تتغذى وبتكبر عن طريق الصلاة، عن طريق سماع كلمة الله، عن طريق المؤمنين الآخرين، سماع الاختبارات، النظر إلى عمل الله في التاريخ، النظر قراءة كتب روحية، يعني خدمة الله، أخذ خطوة إيمان، بتشوف إنه الله بباركك، الله بوقف معك، فهيك الثقة بتزيد. أما إنه أنا مجرد أقعد وهقول بدي ثقة، تجيش لحالها. يعني باللغة الإنجليزية بيقولوا God cannot ستير باركينج كار، يعني كأنه الله بحركش للستيرينج تبع سيارة واقفة حتى يحرك الستيرينج تبعك، كأنه بدك أنت تطلع وتمشي حتى لو ماشي بالاتجاه الغلط، بلفك بوديك على الاتجاه الصح. فالثقة بتيجي نتيجة علاقة حية مش نتيجة تمني، وهي بتزيد مع الوقت. وأنا بشجع الناس اللي تسمع اختبارات، تقرأ كلمة الله، وتتفاعل مع الآخرين، وتقرأ كتب روحية، وتخدم الله بأمانة. أنا بأكد لإلك أنه ثقتك بالله راح تزيد. طب كمان هيك سلمتم يا قسيس، كمان سؤالك، أنت ذكرت أنه ممكن كوضعنا الحالي بشكل عام بالعالم ممكن حتى السياسيين يستغلوا الكورونا بإصدار قوانين غير عادلة. طب كيف أنا كمسيحي بدي أتعامل اللي ممكن أنا أكون عم بواجه عدم مساواة في ظل الكورونا، يعني مصيبة فوق مصيبة خلينا نقول، كيف أنا ممكن أكون نور وبركة أواجه هيك شيء؟ أو يمكن يعني... بس أسف أسيس، بس ممكن كمان يعني عدم مساواة حتى بالعلاجات، يعني ممكن فئات معينة بتأخذ علاجات بطريقة تانية عن فئات تانية. يعني ال الكتاب المقدس مرات المصطلحات اللي بيستخدمها، أو بعلم الأخلاق المصطلحات اللي بنستخدمها مرات إلى عدة أبعاد. يعني مش دايماً المساواة منيحة. سبب الناس بتستغرب تقولي شو قصدك؟ يعني مثلاً إذا واحد عنده إعاقة جسدية وبده يصف السيارة، بنعطيه الأفضلية إنه يوقف جنب المدخل أكثر من واحد تاني اللي هو هن متساويين كبشر، لكن انعطى واحد أولوية بسبب حاجته الإضافية. فالمسيحية عادة القيمة تبعتها بتقول إنه كل البشر مخلوقين
على صورة الله ومن هذا المنظور متساويين، لكن في إطار الخدمة المسيحية بتعطي الأولوية للمحتاج وللمسن وللأرامل وللأيتام وللمسنين وللمهمشين. فأنا كإنسان إذا كان في اليوم ناس عن جد هن في قمة الحاجة، هدول إلهم الأولوية. والله يبحث عن الأشخاص اللي في حاجة، وأنا والكنيسة والمؤمنين أيضا يجب أن يبحثوا عن الناس بهذه الطريقة. فأنا بدي أقول بدل يعني كلمة مساواة حلوة في القوانين، ولازم إنه نحافظ على المساواة القانونية، ولازم نطلب كمان امتيازات خاصة للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة. فخلينا نقول إنه روحيا في ناس عندهم احتياجات خاصة، وإحنا كمسيحيين بدنا نعطيهم حق الأولوية في هذا الموسم، موسم الحاجة، المرضى، المكتئبين، المسنين، الأرامل. فخلينا نفكر بهدول الفئات ونحاول نكون بركة لإلهم. أما قانونيا بفكر أن القانون لازم كمان يساعد هدول الناس. يعني مثلا أنا سمعت على الأخبار في ناس بياخدوا مساعدة تمريض لأنه عندهم مسنين كبار في السن، والآن امتنع المواصلات لإلهم، وبطلوا قادرين ياخذوا الممرضين يوصلوهم لإلهم. في حالة زي هيك بفكر أنا أنه الحكومة لازم تسعى لتقديم استثناءات لأشخاص ذوي احتياجات خاصة خارج الإطار القانوني المعتاد، وتحاول بقدر الإمكان أنه تقدم لإلهم العون والحاجة اللي هن بحاجة لإلها. هاي من الناحية مين بيحتاج مساعدة ومين لا. في أمراض يعني خلينا نقول يعني عدم مساواة عرقية أو إلى ما ذلك، يعني فهذا التعامل في عدم العدالة الاجتماعية مش من ناحية كمان بس ذوي الاحتياجات أو الإنسان خلينا نقول بين قوسين الذي لا يحتاج مساعدة يعني، وبين أنه مساواة غير عرقية. أكيد الكنيسة تدين العنصرية والله يرفض العنصرية، ولازم أنه إحنا بدل ما ننشر عنصرية لازم ننشر ثقافة وحضارة المحبة اللي هي عملياً أعظم من حقوق الإنسان، مش أقل، تأخذ حقوق الإنسان وتطلع حتى فوقها ثقافة المحبة. والمساواة الجندرية، إنه مش بس إنه يعني عرب ويهود، كمان رجال ونساء. والمساواة كمان في حقوق الطفل، مش إنه لأنه الأولاد قاعدين في البيت إسا ننزل فيهم لخ ضرب ولا نعمل مشاكل ونحرمهم من العلاج، من العلاج النفسي أو الأشياء المضغوطين فيها، أو نعطيهم أشياء يفرحوا فيها. فهذا المحبة هي دائما تسعى إنه تبارك. كيف ننقل حضارة المحبة للقانون؟ هذا موضوع كبير وبده يعني علاج يمكن حلقات أخرى. إنه لكن في مقال أنا كاتبه اسمه المؤمن والسياسة، موجود على الإنترنت، مقالين المؤمن والسياسة، أي حدا مهتم بيقدر يدخل ويقرأ أكثر عن كيف المؤمن والسياسة بتفاعل يعني. شكرا كثير أستيس. في عنا سؤال هيك مثير للاهتمام، بيحكي السؤال إحنا يمكن دعوتنا كمؤمنين بالمسيح إنه ننشر محبة المسيح للآخرين، وذكرنا إنه هاي واحدة من الأمور اللي إحنا بنقدر نعملها، إحنا ننشر عن ملكوت المسيح ومحبة المسيح. فالسؤال بيقول هيك، هل هاي الدعوة أو هذا العمل هذا على إني أنا أربح الناس وأوصل لنا المسيح، هل هذا هو بيعتبر بهذا الموقف في زمن الكورونا استغلال لوضع لموقف الضعف للشخص اللي قبالي
اللي أنا عم بحاول أحكي له عن المسيح؟ هل أنا عم بستغل ضعفه؟ عم بستغل أنه هو في حالة ضعف إذا بعمل هيك؟ أنا بفكر يعني كلمة استغلال هي عادة المقصود فيها أخذ شيء من شخص في وضع صعب لمنفعتي الشخصية، لتحقيق مكاسب شخصية مش لمباركة الآخر. يعني مثلا الطبيب لما بيجي بيعطي دواء للشخص المريض، هل هو بيستغله؟ فأنا بفكر إنه مرات كتيرة يعني كلمة استغلال هي مش أفضل كلمة، لكن كيف إحنا نحب، ممكن نحب بطريقة غلط وبطريقة أنانية وبطريقة غير إلهية. لازم إنه نحب بطريقة مش إنه الشخص منحبه عشان هو بده يأخذ موقف معين، أو بدنا نحبه عشان بده يآمن بإيش إحنا منآمن. إحنا منحب مجاناً ومنعطي مجاناً، ومنحكي للشخص الآخر عن علاقته مع الله من دافع الحب المجاني، مش من دافع فرض قيم أو شيء. إذا رفضها منضل نحبه ومنضل نخدمه، مش إذا أجا رفض واحد قال أنا بديش أقبل المسيح وقال له خلص أنا بديش أخدمك. فيش إشي هيك في المسيحية. المسيحية هي يعني مش استغلال الآخر. باللغة الإنجليزية، أنا مش قادر أتذكر باللغة العربية، بس باللغة الإنجليزية في إشي اسمه evangelism وفي إشي اسمه proselytism. يعني evangelism هي يعني إنك أنت تعطي الخبر الصار تحب، لكن proselytism هي إنك أنت تيجي وكأنك بدك تفرض الآخر، تقحم إيمانك عليه. ولا مرة المسيحية، يعني ممكن أنا ما أحكيش لشخص القدامي عن إنه آمن بيسوع، يمكن أنا بس أروح أقدم له الخدمة لأنه أنا بحب الله وبحبه، وهو يسألني عن سبب الرجاء اللي فيه، ووقتها أنا بكون مستعد إنه أجاوبه. إحنا مش ماكنة تبشير، لكن الله بده إيانا نكون مصدر للحب لجميع الناس بالكلام والعمل. حلو، آمين. إحنا نظراً لضيق الوقت عم بتطلع فيه عم بيزيدوا الأسئلة. بس ممكن إحنا أسيس وراك إشي؟ تفضل. أنا يعني مستعد. سعيد، أعطينا في سؤال، في سؤال اللي بدي بعد إذنكم، بعد إذن الأسيس بدي ألفت نظركم إنه الحلقة الجاية رح تكون موجهة لأصدقائنا المشككين والملحدين. وفي سؤال اللي عم بيقول إنه يمكن بهذا الزمن في تزايد معين في عدد الملحدين وعدد الأشخاص المشككين بوجود الله، والسؤال ليش في تزايد؟ ما بعرف أساس إذا بدك تعلق باختصار عليه، بس بذكر كمان مرة إنه في الأسبوع الجاي إحنا ضيفنا كمان مرة الأخ جورج عبده، ورح نحكي بشكل مباشر عن مع جمهورنا وأصدقائنا اللي كمان ممكن عم بيشككوا بوجود الله في ضوء الكورونا، وعم بحسوا إنه يمكن الله بعيد أو غير موجود. فأسيس معك إذا أنت بدك تحكي إشي عليه، وبعد بعدين يمكن عندنا ممكن علق جملة أو جملتين فقط بهذه النقطة. إنه أنا نفسي كنت ملحد قبل ما أصير مؤمن ومن أتباع المسيح، وفي فئة تانية اسمهم اللا أدريين، اللي هن عملياً مش متأكدين بالضبط شو الأمور. لكن أنا اللي بدي أقوله إنه الله يحبك سواء أمنت إنه موجود أو لم تؤمن إنه موجود. محبة الله لا تعتمد على إيمانك به. والشيء الثاني اللي أنا بدي أقوله يعني لهدول الأشخاص، الله يدعوك أن تفكر وتجادل وتستخدم عقلك بكل طاقتك وكل قوتك في الحوار معه ومع الأشخاص اللي بيآمنوا أنه الله موجود. لأنه جوابك على هذا السؤال هو له أهمية كبيرة من وجهة نظري، اللي إلها بعد أبدي. فعملياً يعني أنا بشجع الأشخاص اللي متشككين وملحدين يجوا الحلقة القادمة
ويسألوا الأسئلة ويوجهوا لإلها، وبسبب أنه مش موضوعنا اليوم ولا كان ممكن نتحدث كتير أكتر عن هذه القضية. أنا كمان هيك كان تعليق صغير على هذا السؤال، أنه أنا مش عارف إيش المصدر في أنه زاد العدد، يعني مهم لإلي أنه هاي هي وجهة نظرة السائل بس ولا مظبوط زاد العدد. زي ما قالت رشا، مش عارف بدنا نأخذ كمان أسئلة. في سؤال نط هيك باللايكات، يمكن كمان متعلق في الحلقة القادمة بس ممكن نذكره. كيف أكسب أذن وقلب صديق الملحد الذي يسخر من عدم الجدوى من إيماني ويرى الله على أنه عاجز عن شفاء البشر وبالتالي غير موجود؟ كمان مش موضوع حلقتنا بس بعرفش إذا أول إشي، يعني مجرد تعليق على السؤال اللي قبلك جملة واحدة بس. الأعداد ليست برهاناً على الحق. يعني إذا إحنا جينا فرضنا أنه كل ما كتر العدد كل ما صار الناس صح، الأعداد ليست برهاناً على الحق. معايير الوصول للحق ليس الأعداد. بالنسبة ل هل الله عاجز؟ أحياناً يكون الله كأنه عاجز، أحياناً يكون الله باكي، أحياناً يكون الله متألم. نحن لا نفكر في إله منفصل وبعيد ولا يتفاعل مع الخليقة. في فرق بين دور الله وطبيعة الله. يعني مثلاً أنا ممكن أكون إنسان بلعب كاراتيه معي الحزام الأسود، وعندي القدرة إنه إذا أجا شخص يتعدى علي إنه أوقفه عند حده وزيادة، ويمكن أجا شخص وضربني كف وسكتت. هل أنا عاجز؟ أحياناً الله يصمت، أحياناً الله يبكي، أحياناً الله يصلب. هذا لا يعني أن الله عاجز، هذا يعني أن الله يوظف مواقفه في سبيل نشر حبه. وحتى صمت الله يوظفه في سبيل نشر الحق ونشر حبه، لأنه مش دائماً أنا بفيدني الكلام، أحياناً الصمت أفضل لإلي. تنين زلمة ومرة بتقتلوا في البيت، إذا دائماً بيضلوا يحكوا يمكن بكسروا بعض. مرات الصمت بيكون أزبط، ومرات الكلام بيكون أزبط. على الصليب الله وكأنه أخذ دور قمة العجز في سبيل أن يظهر قمة الحب. لا نستخف بقوة، يعني ما نستخف بقوة الدمعة، قوة الألم، قوة التنازل، لأنه الذي كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة بشر، وجد نفسه في الهيئة كعبد، وراح مشي كل الطريق كعبد إلى الصليب. هذه المسيحية، المسيحية تتحدث عن الله المتألم، عن الله الذي يبكي، عن الله الذي ينزف، عن الله الذي مات على الصليب لما جاء الله الإبن. هذا سر، هذا يعني صعقة لإلنا، لكن بنفس الوقت لأنه تألم يقدر أن يعين المتألمين، فصار ضعفه الظاهر وسيلة في أنه يتواصل معنا نحن البشر ويظهر لإلنا حبه المقدس. فأنا بقول يعني أنا أشكر الله لأجل ضعف الله الذي ظهر على الصليب، لأن الصليب اللي صار جهالة وضعف هو قوة الله. اللحظات اللي انت بتشوف فيها الله صامت، ممكن هذه اللحظات فيها رسالة من الله لإلك. وفي تحديث كبير، أحيانا يعني سألوا بيتهوفن، قالوا له شو أجمل الموسيقى،
قال لحظات الصمت بين ضربات البيانو. فبفكر أنا يعني صمت الله على الصليب ولكنه تكلم بصمته. رائع أستاذ. في بعد عنا رح ناخذ كمان سؤالين وبننهي فيهن وبعدين نعطيك وقت هيك تلخص الحلقة والوقت الممتع. في سؤال اللي هو تكرر في أكتر من سؤال وبيحكي على علامات نهاية الأيام وبيقول إنه الكتاب المقدس بيحدث على علامات نهاية الأيام مثل أوبئة أو زلازل. ذكرنا يمكن خلال الحلقة متى ولوقا، وبسأله هل الكورونا هي واحدة من هاي العلامات؟ هل إحنا عم نشوف علامات لنهاية الأيام؟ أول شيء بس أنا بدي أقول إنه قبل أساس بديش إنه يساء فهمي السؤال قبل. أنا ميزت بين الله في طبيعته والله في دوره، بس أساس يكون واضح إنه في طبيعته الله كامل، لا يوجد فيه ضعف بمعنى عدم كمال، لكن في دوره الله يتنازل ويتألم. بالنسبة لآخر الأزمنة، أول شيء في كتير ناس عندها تفسير يعني غير صحيحة لسفر الرؤيا، وبتسرعوا أنه يخلوا الله هو الديان والقاتل وكل الأمور هاي. اللي بدي أقوله أنه آخر الأيام بدت من أيامات المسيح، مش رح تيجي كمان في المستقبل. يعني الكتاب المقدس عدة مرات بقول، يعني في رسالة يوحنا بقول إنها الساعة الأخيرة الآن. وفي بالكتاب المقدس كلمتين جايين من النص اليوناني عن الزمن. في كلمة اسمها كرونوس بمعنى الزمن المتسلسل، وكلمة اسمها كايروس بمعنى الزمن الإلهي. إحنا كبشر دائما بنفكر بالزمن المتسلسل، لحظة يعني الساعة 5 بتيجي بعد الساعة 4، بينما في الله هو يحترم الزمن لكن هو أعظم من الزمن. فهو مش بس عنده الزمن المتسلسل، هو عنده الزمن الإلهي الكايروس. الزمن الإلهي ممكن أن يأتي في أي لحظة، عندما يأتي حضور الله بانسكاب روحه، بحضور ابنه، ببركته. هذه تكون لحظة نعمة، لحظة بركة، لحظة تقوية. فإحنا لما منتطلع على الأوبئة والزلازل كانت موجودة منذ البداية، وقال المسيح بتسمع كل هذه الأمور ولكن ليس المنتهى. فعمليا يعني أنا بشوفش إنه هذه القضايا هي بتدل على إنه قربت النهاية وإسا بدهم يبنوا الهيكل وإسا بدهم يعملوا مش عارف شو. هذه كلها بالنسبة لي تعليم غير دقيقة. أما إذا هذه الأمور بتساعدنا نروح للكايروس مش للكرونوس، نعرف شو بده يصير بعدين، نروح نبحث عن الله، تكون علامة اللي تساعدنا إنه إحنا نكتشف إنه الله بيحذرنا، إنه الله بيحبنا، إنه الله بيدعونا للتوبة، إنه الله بيدعونا للقداسة. كل القضايا اللي كانت تحكي عن المجيء المسيح في العهد الجديد ما كانت تحكي عن أحداث، كانت تحكي عن كيف القلب يتغير، كانت تحكي كيف أنا يكون عندي رجاء، كانت تحكي كيف يكون عندي محبة. كانت لما أنا أفكر في مجيء المسيح أنا بعيش الآن بطريقة فيها حب وقداسة، مش أنا بعيش فقط في طريقة لأقعد أدين الناس وأقول هيك رح يصير بعد 5 دقائق وبعد 5 ساعات وبعد 5 أيام. بصراحة نعرفش إيش بيصير بعد 5 أيام وبعد 5 سنين وبعد 50 سنة. الله وحده اللي بيعرف. وإذا بتقول لي إنه اللاهوتيين عارفين إيش بده يصير، أنا بقول لك هذا الكلام مش دقيق. فيش حدا عارف إيش بده يصير، وأنا اللي بقدر أقول لك إياه كل اللي بنعرفه إنه في ظواهر عامة، في شر بيزداد، في يعني حروب وأوبئة وزلازل، وهذه صار لها 2000 سنة وما زالت موجودة تطلع وبتنزل.
وإحنا في هذه المواقف خلينا نتوجه لله، مش إنه نتحذر إيش الخطوة الجاي. الله أعطانا أشياء كفاية نعملها، خلينا نحب بعض، خلينا نخدم بعض، خلينا نساعد المحتاجين، وبلاش نقعد نفكر بإيش بده يصير. واللي بدي أقوله آخر إشي بهاي النقطة، الله قال ليونان بعد 40 يوم نينوى راح تتدمر، أعطاه وقت وأعطاه نبوة. راح يونان وقال لك خلص أنا هدول بكرههم، خليها تضرب عليهم. بس يونان نسي إنه توقيت الله يرتبط مع قلب الله. الله لا يريد أن يهلك أحد، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. فلما ربنا شاف إنه نينوى تابت لغى الخطة. طب بتقول لي يعني شو ربنا أعطى نبوة غلط؟ قال نينوى راح تهلك. ربنا مش أعطى نبوة غلط، ربنا لما نفهم كلامه لازم نتطلع على دوافعه. دوافع الله ليست قتل وجلب الشر، دوافع الله جلب الحب وبركتك وبركتك، ودوافع الله دعوتك للقداسة وللنعمة. مش بده إياك تخاف، بده إياك تحب. مش بده إياك إنك أنت تكون عندك هوس على آخر الأيام، بده يكون عندك شغف لنقل حب الله للبشر اللي حواليك. أمين. شكرا شكرا أسيس، رب يباركك. يعني بتخيل إنه هنا مرحلة الأسئلة نوقف ننهي. بدي أشكرك أسيس حنا على كل شيء أعطيتنا إياه معكم سعيد ورشا هنا. بحب أذكركم إنه المقال أو الدراسة اللي عملها الأسيس حنا موجود الرابط تحتها في وصف الديسكريبشن تاعت اللايف، تقدر تتصل بنا تنزل البي دي اف تقروه تستمتعوا فيه. وبذكركم بالحلقة الجاي مع الأخ جورج عبدو، الكورونا من وجهة نظر المسيحيين، لكن الكلام رح يكون لأصحابنا وأصدقائنا الملحدين في كل مكان. السيس بالنهاية يعني هيك، يعني أنت طولت العمر إلك أكبر منك، بس لا أنت ولا أنا، ويمكن إذا تسأل أهلك ولا حدا شاف هيك ظروف. يمكن في حتى كان منشور عم بنتقل على السوشيال ميديا إنه اليوم سجل التاريخ إنه فيش طيارة بالسماء طارت، في طيارات على الأرض أكثر ما في بالجو، البارات تسكرت، الملاهي تسكرت، ظروف رهيبة اللي كنا مفكرينهن أباطرة وأقوياء وعظماء، تاني هبطوا بتاني وقفوا شل العالم بفيروس لا يرى بالعين المجردة. طب شو الرسالة إحنا ممكن نوجهها السال الشاب الصبي للطالب للطالب اللي حياته وتبدو كأنها توقفت، من خلال خلينا نقول مش خلال الكتاب المقدس، لكن خلال اختبارك أنت، خلال حياتك، مع إنك ما صادفتش إشي من هالشكل، لكن شو أقرب إشي من حياتك أسيس واجهته بخصوص هذا الموقف اللي أنت ممكن توصل رسالة للطالب والطالبة الواقفين إسا وقاعدين حيرين في الظروف؟ يعني أول إشي سعيد ورشا شكرا كتير لكم على دايما خدمتكم والأشياء الشيقة اللي بتقدموها، وأنا صلاتي أول إشي كمان لكم إنه ربنا يشجعكم ويعزيكم، وكمان أنتوا دايما تكونوا بركة زي ما أنتوا بركة لإلي وبركة لكتيرين، تستمروا تكونوا بركة ويستخدمكم الله في الحلقات القادمة. أمين. شكرا. لما كنت أنا أدرس في الجامعة كانت في ظروف سياسية، أنا درست في جامعة بيت لحم، كان في ظروف سياسية صعبة، سكرت الجامعة، كان ممنوع الدراسة 3 سنين، وكان يقولولنا أسبوع أو أسبوعين وبعدين بيفتحوا وبعدين يمدوا، وكمان أسبوعين ويمدوا، وكمان أسبوعين ويمدوا، سحبت 3 سنين. كثير من الناس يأست وكان وضع صعب، لكن أنا بتذكر إنه كان هذا وقت اللي الله عرفني عليه بشكل أعمق وغير حياتي. الوقت اللي مرات الإنسان بوقف
هو وقت منيح انه يقيم، هو وقت منيح انه يصلي. وانا بالفعل بنعمة ربنا وقفت وقيمت وصليت، والله بدأ يرشدني باتجاهات تانية. وبعدين فك الأسر إذا انشئت يعني، وقفت الإضرابات ورجعنا للدراسة وخلصت تعليمي. ما انتهتش الدنيا، الدنيا كملت، وربنا فتح أبواب تانية بسبب الأشياء اللي وقفت. أنا عملياً نميت في إدراكي، نميت في معرفتي للعلاقات الاجتماعية لله. الألم مدرسة، الألم فرصة للإنسان أنه ينضج. الألم مش دايماً لعنة يعني، الناس دايماً تطلع على الألم وكأنه هو دايماً لعنة، وإحنا دايماً بدنا كل إشي يكون يعني وردي وجميل. الحياة الزوجية، الحياة مع الأولاد، الحياة في العمل، دايماً الألم موجود. لكن هل الألم الموجود تتألم لحالك وبتتزمر وبتتعب وبتغضب، ولا بتاخد هذا الألم وبتحوله لطاقة للحب؟ شوف قديش الصليب كان فيه ألم، تحول لطاقة للحب، طاقة للغفران، طاقة للخدمة. حتى المسيح وهو موجود على الصليب اتطلع على المصلوب اللي جنبه، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. فأنا اللي بدي أقوله يعني، اسأل ربنا كيف ألمك يصير طاقة للبركة، طاقة لخدمة الله. في حياتي ربنا حول ألمي لطاقة للخدمة، وفي وسط هدول الثلاث سنين الله دعاني أكون خادم لإله. الله حولني من الإلحاد إلى الإيمان، وحولني إلى طريق آخر في مسيرة حياتي، أنه أنا أصير خادم للمسيح. وصرت أدرس كلمة الله، كنت أقرأ مرات الكتاب المقدس من الساعة تقريباً 7 الصبح لـ7 بالليل من غير ما أقوم، 12 ساعة، وأخذ من كلمة الله. وربنا بنى في هذا الموسم شيء للمستقبل، في وقت تتحضر فيه. الأشخاص الخطاب والأشخاص اللي بيحبوا بعض يمكن مش قادرين إسا يقعدوا مع بعض، فرصة إنكم تشتغلوا على دروس للإعداد للحياة الزوجية، تدرسوا الأشياء عن طريق الإنترنت عشان ما تلتهوا كل الوقت بالرومانس الوردي والجسماني فقط، تاخذوا كمان أشياء أخرى فرصة. الأشخاص اللي إبعاد عن أماكن العمل، فرصة تقيم حياتك مرة تانية، كل الوقت تركض تركض تركض، فرصة تقعد. الأشخاص المتأخرين بالوظائف من غير تسميع كلام، فرصة للكل، خاصة بكلية النصر الإنجيلية إذا في أشخاص متأخرين بالوظائف عبر الشاشات، فرصة لإلكم إنكم أنتوا تشتغلوا على هذه الوظائف، وكمان فرصة للقراءة وللنضوج. فاستغل الفرصة، وكيف بدي اقول لك، كل مشكله هي ايضا فرصه، فاستغل الفرصه بايد الرب. انت فرصتك تبقى بركه، بايدك راح تتعب. شكرا كثير قسيس على هذا الوقت اللي احنا تمتعنا واستفدنا، وشكرا على هاي الكلمات الأخيرة تبعتك اللي بتشجعنا حتى نأخذ هذا الوقت كفرصة ونشوف هاي الظروف الصعبة والألم كإشي اللي بيلفت نظرنا لله، حتى نسمع شو بده منا، وحتى نسمح له أنه يشكلنا لأشخاص أفضل وأشخاص اللي قادرين نكون سبب بركة للآخرين اللي حوالينا، ومثل ما حكينا هذيك المرة كمان قادرين نكون ملح ونور عم ننور على اللي حوالينا ومنجيب محبة المسيح للي حوالينا. اتمتعنا معكم، اتمتعنا بوجودكم معنا. شكرا كمان مرة قسيس، شكرا سعيد، وقلنا لقاء الأسبوع الجاي مع كمان مرة الكورونا بنظرة مسيحية،
ومع إخوتنا وأصدقائنا الملحدين واللا أدريين والمشككين، حتى نتساءل مع بعض هل هذا الموضوع بشككنا في وجود الله أم لا. فلنا لقاء. شكراً لك، شكراً للجميع، شكراً أسيس، وترقبوا الحلقات الجاي راح تكون شيقة، وهاي الحلقة راح تنحط ضل على الفيسبوك وراح تنحط على قنواتنا على اليوتيوب. شكراً لكل اللي سأل ولكل اللي شاهد، وأسيس لك أكبر شغل، شكر لك ولعائلتك، ربي يباركك. يعني شكر للرب وبركة المسيح معكم.